السلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من حديث مقياس. باش نحكيو على العائلة التونسية، وكما تعرفوا ان الأم التونسية تعدي 24 ساعة على 24 ساعة في الكوجينة، حتى النوم ما ترقدوش. الأخر يا شنو على العشاء؟ شكشوكة تتفرج في الطبخ، وعمرها في حياتها لعبت لها مقلمة فخمة كيما اللازانيا والبيتزا. البيتزا حسيرو تخرجها طابونها لحالها، ولازم في كل عائلة تونسية تلقى بنية ولايك يقضوا حتى المغرب، وقد فيه ما يعجبهاش العشاء وتقعد تنبر العشاء كلهم يتلموا فوق الطاولة، هي غسل المعون كلهم يحبوا. أما تبقى الأم التونسية أم أصيلة. أما تبقى نشكر الأمهات الكل، ونحب نشكر الأمهات الكل. عم لايك بطي لي 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 لي